أول صور لموقع حادث تصادم ميكروباص بدراجة بخارية ومصرع مواطن بإسنا. الخبر بيقول أول صور لموقع حادث تصادم سيارة ميكروباص زي ما قلت دراجة بخارية أو نارية وانزلاق السيارة الميكروباص في 3 أصفون بجوار موقف الدير في مدينة إسنا جنوب الأقصر، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 2 في الحادث، وتم على الفور نقل جثمان المتوفي والمصابين مستشفى تيبا التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية تلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق. بدأت تفاصيل الخبر المؤلم بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر اختار من لجان الإسعاف في مدينة إسنا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص تحمل أرقام صاد قاف نون 1528 ودراجة بخارية، مما أدى إلى انزلاق الميكروباص في 3 أصفون بجوار موقف الدير، وأسفر ذلك عن إصابة السائق محمود رمضان 36 سنة بكدمات وسجاحات وجروح واشتباه نزيف وارتجاج بالمخ، وإصابة شخص آخر كما توفى في الحادث غفير يدعى عين ألف ألف 43 سنة مقيم بالحسناوية أو الهسناوية، وانتقلت فور وقوع الحادث سيارات الإسعاف التي نقلت المتوفي والمصابين المستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.